السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي النهاردة أقدم لكم وصفة من 3 مكونات لبياض الأسنان والتسوس. حاجة بسيطة أو متوفرة في البيت، عبارة عن كركم، كربوناتو، ليمون. هاخد معلقة من الكركم وهاخد معلقة من الكربوناتو وهاخد نص الليمون وعصره عليها. هيعمل شوية فوار كده بسيطة وأقلبه. بص حضرتك اهو، وأقوم جايبة فرشة السنان، وأقوم جايبة فرشة السنان، وأقوم جايبة زي معجون السنان بالظبط. أقوم جايباه وأقوم دعكة سناني زي ما بدعك بالمعجون بالظبط. وأهي الطريقة أهي، وسهلة قوي، و3 مكونات متوفرين عندك، وإن شاء الله مش هتلاقي لا تسوس ولا هتلاقي صفار في سنانك. وهتخافي بقى من كركم ده علشان لونه أصفر، هتقولي مش هيطلع من سناني، لأ هيطلع من السنان، بس اشطفيه كويس وهتلاقي كل حاجة كويسة وسنانك بتلمع وجميلة، وإن شاء الله هتشكريني على الوصفة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.